بسانتي اليوم فقرة مميزة رح نحكي عن علاج لأول مرة بيصير بلبنان مع دكتور حسان عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصي بجراحة شبكة وأمراض سرطان العين. رح نحكي عن سرطان العين بس رح نحكي عن شيء كتير إيجابي يلي هو علاج للسرطان مش عملية استئصال العين يلي بلش امبارح لأول مرة بلبنان وبدنا نقول إنه كان مساقب إنه هو نهار النظر العالمي امبارح فهيك بوقتها كانت العملية وحضرتك قمت بهالعملية. خلينا نعرف بالبداية عن سرطان العين شو خطورته كيف بينتشر وبيتطور وكمان العوارض. هلا سرطان العين سرطان كتير نادر مش سرطان موجود كتير عند العالم بيصيب يعني نسبته قد ايه؟ نسبته يعني اقل من 1% من العالم بيكون عندهم سرطان بالعين. سرطان العين في سيب كتير كتير ليرز كتير طبقات من العين بس اللي عم نحكي عنه اليوم هو اليوفي الميلانوما أو الميلانوما اللي هو عادة بنسمع فيه كانسر بيطلع بيصيب الجلد. هالمرة كمان مش هالمرة بس كمان معقول يصيب العين. هلا اليوفيا هي الطبقة يلي بيطلع فيها الميلانوما لأن فيها المواد الصبغة اللي اسمها الميلانين. وقتها بيطلع بيكون هو تحت الطبقة البيضة تبعيت العين في طبقة بيجمنتد مثل الايريس يعني البارت المنور من العين السيليري بادي اللي بيطلع المي لقلب العين ليعمل الضغط والكورويد اللي هو من ورا اللي هو اكبر بارت من اليوفيا واكثر شيء بيصيب الكورويد الميلانوما. اذا مثلنا شايفين هون بالريبرزنتيشن راحت بس الكورويد اللي هي الطبقه البنيه اللي كانت موجوده مثل ما احنا شايفين وكيف انه اليوفيا معموله من ثلاث اقسام. هلا باليوفي الكورويد هو بيعطي عنده الشرايين وبيعطي تغذيه للشبكه ومعقول يعمل ميلانوما. هلا عم بطلع انا بالعين عم نجرب هيك نشوف وين بيكون شوف القرنيه من قدام وعصب العين من ورا والشبكه هي الاحمر ودغري ورا الشبكه هي اليوفيا اللي هي طبقه البيجمنتد اللي ممكن تعطي هذا الكانسر. هلا هذا الكانسر بيصيب تقريبا العالم بين ال 50 والسبعين بعمر الخمسين والسبعين حوالي 60 يعني وبيصيب الرجال والنساء بذات النسبة. ممكن يصيب الأولاد غير نوع كانسر بيصيب الأولاد هديك اسمه راتنوبلاستوما اللي هو أكتر شيء كامن عند الراشدين هو اليوفي الميلانوما اللي عم نحكي عنه هلا. أي أخطر بين الاثنين؟ شو الأنواع الكانسر؟ في كذا نوع بس إذا بدنا نحكي عن تو مين هو الراتنوبلاستوما عند الأولاد الصغار والميلانوما عند الكبار. هلا الميلانوما عند الكبار عادة ما بيصيب إجمالا اللبنانية ونحن الحنطيين يعني بيصيب أكثر النورثرن يوروبيينز يعني سكندينافي والأوروبية والأمريكان أكثر منا اللي هو كتير منيح يعني جلدتنا بتساعدنا شوي بس معقول كمان يصيبنا. ووقتها بيصيبنا بيقولوا إنه شو فيني كيف في واحد بيعرف كتير من الأوقات بيروح المريض عند حكيم ليعمل روتين اي اكزام وبيطلع انه طلع ما في عوارض يعني في حسب وين اللوكيشن تبع التيومر. اذا كان اللوكيشن حد عصب العين او حد مركز النظر هون معقول كتير يكون البيشنت يعمل سيمبتومز شو السيمبتومز بيخسر بيقل نظره او بيصير مثلا مثل هلا حنحكي عن مريضه بلشت تشوف كل شيء هيك اعوج شوي وعندها استيغمات لانه كان الكانسر عندها عم يدفش على العدسه بقى عم بيعمل لها ديستورشن شوي بالفيجن وهيك بلشت المريضه قصتها من شي سنه ونص لحتى رجعت وصلت لعنا رح نوصل نحن كمان لقصه العلاج. بنرجع شوي للاولاد الريتنوبلاستوما حفظته والله برافو عليك. كمان خطير بتعالج او بس بده عمليه؟ لا الريتنوبلاستوما علاجه كثير غير علاجه اكثر كيموثيرابي من راديشن. هلا هون راديشن علاج بال راديشن يعني الاشعه عند الادلتس يعني عند الراشدين عند الاولاد اكثر كيموثيرابي وكيف بنعطي الكيموثيرابي في كثير ادفانسمنت هلا خصوصا باخر كم سنه عم نعمل كثير سترايدز ان ادفانسمنت انه كيف نعالجه لهالمرض. اذا بتشوفي انت بالثمانينات والسبعينات
كانوا هدول اكثر من 90% من الاولاد يموتوا. هلا اكثر من 99% من الاولاد بيعيشوا. ايه هلا بيعيشوا مش بس بيخسروا عينهم. ايه بالريتنوبلاستوما كثير اكثر اجريسيف لانه بينتشر كثير اسرع وبيكبر كثير كثير اسرع من الميلانوما. حتى لو صار في استئصال للعين؟ حتى لو في لانه معقول يكون انتشر ويطلع بيطلع بعصب العين غير عن الميلانوما. الميلانوما بينتشر على الكبد اذا بينتشر اذا ما بنعالجه او بنتركه يكبر. الميلانوما اذا ما بيتعالج اللي بيصير فيه انه الكانسر ببلش يكبر بقلب العين، بيطلع ضغط العين، بيصير في انفلاميشن، بيصير العين حمراء. شفنا الصوره يلي كانت عم تفرجي هيدا الشيء، خلينا نرجع نشوف الصورة. لا هدول الصور هدول بقلب العين، هدول الكانسر كانوا بقلب العين. بتشوفي انه هي بيجمنتد مثلا هيدي المريضه مثلا اذا بنرجع قبل وحده بنفاجئكم بقلب العين. هون نحن اذا عم تطلعي طلع على تبعيه اليمين وعلى الشمال بتشوف هيدي الدويرس الحمراء والصفراء هيك بالنص، هذا هو عصب العين. نحن هيك بنشوف العين. وبتشوفي هي المنطقه البنيه او السوداء هون هذا الميلانوما، هذا الشيء اللي عم بيكبر تحت الشبكه. الشبكه هي البينك او الريد اذا فيك تقولي، وتحته عم بيكبر الميلانوما. هلا الميلانوما بضلوا عم بيكبر اذا ما يعني منشان هيك ما يعني ما بينشال لا يستأصل السرطان من قلب العين لانه واضح انه ما في نقطه معينه بنشيلها وخلص 100%. يعني هو خلص بيصير بقلب كل العين 100%. سو اذا بضل عم بيكبر بيصير بيكبر كلياته. اذا بتاخذي طابه اذا مثلا العين طابه بضل عم تكبر بتاخذ حجم كل العين وبعدين بتكبر العين وبيصير في كثير بتظهر يعني لبرا بتظهر لبرا بيطلع لبرا بيظهر المرض لبرا. ايه بيظهر المرض لبرا كمان اذا ما من اذا ما بنعالجه. ايه بيصير على الابيض العين بينتشر بيصير بني او شيء. يعني لازم ننتبه من هذا. ممكن ينتشر لتاني عين؟ لا اجمالا وقتها كثير قليل ليطلع عندك بالعينتين. اجمالا الميلانوما اذا بينتشر بينتشر على الكبد. بيطلع من العين على الكبد اكثر شيء. ليه شو العلاقه بينك؟ يعني تروبيزم بسموها. يعني هي هيدي السل بتحب تروح تعيش هن بدها تلاقي بيت بتحب ام حبه الكبد بيشبهها انه هي بتحب هيدي السل بتحب الكبد مش لانه عندها مثلا السكن كانسر. الكوتينيس ميلانوما بينتشر على الليمف نودز اكثر. شو اسمه كل نوع من الكانسر بيلاقي اعضاء معينه من الجسم لحتى يكون 100% لانه عندهم هيك ريسبتورز مثلا بيطلعوا بحبوا هيدي المنطقه وبيروحوا بخيموا هنيك اذا فيك. شو الجديد بعلاج الكانسر العين؟ الجديد صراحه نحن كيف كنا وين صرنا؟ هلا نحن كنا قبل التسعينات قبل اوائل التسعينات الحل الوحيد هو استئصال العين. هو استئصال العين. حاليا هلا الحل هو من التسعينات لهلا بنحط راديشن او مثل راديشن بلاك اشعه على سطح العين لنعمل تريتمنت لهذا الكانسر. بس دغري بنفكر انه ما راح يضرر النظر. بلا معقول يتضرر النظر، معقول يتضرر النظر بس كرمال هيك نحن عنا انه لنحطه. هو صار من التسعينات هذا العلاج موجود، هلا اول مره بنعمله امبارح كنا بلبنان. وليه هالقد تاخرنا هالمره مع انه بلبنان عاده؟ لانه بعتقد في كذا فاكتور، اتس مالتي فاكتوريال، يعني في كذا سبب. اول شيء هو انه بدك اكيب كامل، يعني بدك ما بس حكي مع عيون، بدك راديشن اونكولوجيست، بدك راديشن فيزيست، بدك المستشفى يكون عندها الانفراستراكشر، بدك هول تيم لحتى نعملها. يعني هو مش مجهود فردي، مجهود عمل يعني من كذا فريق عمل كثير كبير. وهلا بتشوفي بالاخر في صوره نحن امبارح اخذناها، مش واحد واثنين، مش واحد اللي عمل هذا. وصلنا لنقدر نعملها صلنا شي سنه وشوي عم نقدم هالوراق والطاقه الذريه ومن هذا الفريق العمل. بتشوفي انا اللي على الشمال، بعدين في دكتور نيكولاس وين هو الراديشن اونكولوجيست عندنا، في دكتور شرب الملعب هو الراديشن فيزيست، دكتور نيكولا غازي كان بالال يو ام سي اجى كمان هو بعثنا البيشنت على السي ام سي، ودكتور عبد مروي كمان راديشن فيزيست. يعني تحيه كثير كبيره للكل اكيد لهالعمل الكبير فعلا يلي عم بقوموا فيه. خلينا نحكي شوي عن العلاج يلي صار امبارح يلي هو لاول مره بيصير بلبنان سابقه. يعني افتكر رح نرجع بنشوفه باخبار الام تي في قريبا. بناخذ شويه تفاصيل عن العلاج. هو منه علاج بالاشعه مثل اي علاج ثاني، بيشبهه ولكن الطريقه لحتى تحمل العين هي مختلفه 100%. هي اكشلي كثير غير عن هذا. مثلا هون مثل ما احنا شايفين هدول نحن بنوسع على هدول القصص اجت من امريكا خصيصا لهيدي البيشنت. يعني كان في كثير كالكوليشنز كثير حسابات، قد ايه سايز تيومر، وين موجود اللوكيشن،
كم قديش الاكتيفيتي قديش قوه الراديشن اللي حتنعطى كله كان كالكوليتد قبل ما نعطيها. هلا اذا بنرجع بس وحده لورا بليز فيك تشوفي هذا الجولد بلاك اللي هو من ذهب وبقلبه رصاص كمان كرمال يحمي ويدله محصور محصور الراديشن دلة بهيدي المنطقه. وبعدين بتشوفي هدول الكاوتشوك هن بقلبهم انسرتس بنسميها انسرت وعندها سلوتس بنحملهم وبنحطهم هدول راديشن سلوتس هدول بيطلعوا اشعه من هالاماكن هيدي الصغيره التيتانيوم هيدي الصغيره التيتانيوم الكبسوله الصغيره هي بقلبها الراديشن بقى نحن هون بتكون عم تروح على الماكن المحدد المناسب اللي انتم يعني نحن شلناهم ونحطهم بهيدي السلوت وهدول السلوت محفورين خصوصا لهيدي المريضه يعني مش بنعمل وبنرجع بنلزق الكاوتشوك على الذهب وبنرجع بنحط بنخيط هذا الشيء الذهبي اللي هون على سطح العين وبيضلوا الراديشن موجود عم بينعطى لهيدي وبيحصر الراديشن بيحصر كرمال ما يطلع يضرب مثلا عصب العين او مركز النظر. شوفي هيك بيكونوا موجودين بيجوا هدول كثير فيها رصاص كثير سميكي ما بتطلع الراديشن لبرا. اوكي وقت بتفتحيها وعندنا مثل سكانر بصير دغري بيطلع الراديشن لازم نبعد عن هذا الشيء ما فينا نضلنا كثير قراب لانه هذا بضرنا كمان. سو نحن لازم يكون عندنا بريكوشنز بالسي ام سي مثلا عندنا النيوكلير لاب فينا نحطه ورا هود وبعد عنهم يعني الصورة بتأجيكي انا عم بحاول انا عم بحطهم هون شفتي كيف بنحطهم من بعد لانه الراديشن لحتى ما يوصلوا لك لحتى ما يطلع علي اشعه يعني بنشتغل عليهم بكثير بدقه لانه اذا هيك كمان نحن بنتضرر اذا تعرضنا لهالاشعه لفتره طويله. نعم هالاشعه بينحطوا على العين إيه؟ يعني بيتركب مثل كانه بروتيز خارجيه للعين إيه؟ لحتى تقدر تحصر الاشعه بداخل العين لمده 6 ايام فقط. ايه هلا هذا البراش بينحط بيتخيط على سطح العين وين بنكون نحن عارفين وين هذا بنكون عملنا كمان صور بقلب العملية أخذنا صور عملنا صورة صوتية هون بتشوفي كمان أنا عم بحطهم من تحت الهود هيدي بالنيوكلير لاب بس بالعملية بناخد صورة صوتية بنطلع على قلب العين ونتأكد إنه حطيناه مزبوط وبعدين بنرجع بنشيله بعد 6 أيام امبارح نعمل الأربعاء امبارح أول هذا الأربعاء إن شاء الله من ومن بعد ست ايام في مره ثانيه ولا بس لا خلص هي مره واحده وخلص وخلص وبتشفى العين باكثر من 98% من الحالات. ايه يعني بدنا نقول الحمد ما بعرف اذا اذا مريضه او مريض بنقول الحمد لله على السلامه ان شاء الله بالشفاء اكيد يعني شغله كثير حلوه وهيك حظ حلو كمان انه بلشت تنعمل هالعمليه بلبنان هي عمليه منشان علاج لكينه مزبوط بس اذا بتفكر انه قبل كنا نشيل العين وتتعالج العين بس نحن اللي كمان بدنا نستوعبه كم انه نشيل العين ولكن بيخسر عينه بيخسر عينه الشخص يعني يتعالج بداخل العين لحتى ما يمتد شكل العينه كومبليتلي طبيعي يعني مش حيغير ابدا شكل العين هالمره انه ايه بتشيلها هلا بدنا نضلنا عم نراقب المريضه بدنا نتاكد انه ما عم يعني ينتشر المرض اذا عم ينتشر دغري نبلش لها علاج نتاكد انه ما في عوارض جانبيه من الاشعه بحد ذاتها لانه الاشعه بحد ذاتها ممكن تعمل كثير قصص للنظر العين للعصب لضغط العين يعني مش انه عملناها وخلص يمكن شفينا الكانسر بس بيضل في شوية عوارض جانبية لازم نراقبها للمريضة ودلنا خلينا نرجع نحدد شوية العوارض الجانبية اللي بتصير العوارض الجانبية يعني أنت اليوم الأشعة عم تعبناك من أسئلة بس لا التفاصيل لا ضروري إنه نعرفها لا بالعكس لا إذا أنت بتحطي الأشعة يعني الأشعة بتضر من كرمال هيك نحن بنبعد عنا نحن عم نحاول نحطه للبلاك والعملية لازم تكون كتير بسرعة وقتها بنشيله من هيدا لأنه ما بدنا نتعرض كتير مثلا اليوم المريضة بنقلها ما يقرب عليها هي بالبيت هلا حاليا المريضة ولكن أفضل ما حدا يقرب بقلها إنه أكثر من ساعتين ما حدا بدا يقرب عليا واذا بيقربوا عليا ضلوا مشي مترين بس هي ما بتتضرر بجسمها من هالاشعه ولا لانه عم بيتوجهوا لمحل معين؟ لا عم بيتوجهوا معين هلا هي انه لسوء الحظ حتتاخذ شويه اشعه اكثر من ما لازم بالسنه بس كيومولتيفلي على حالها حسب عمرها على حسب حياتها بعده الافرج بعده الافرج منيح هلا العوارض الجانبيه لانه او الاثار اللي بتتركها هالمعالجة هي عوارض جانبيه يعني انت اليوم عم بتحطي هالاشعه وعم تطلع الاشعه على العين على الكانسر كمان بس على الستركتشرز اللي حول العين
يعني الأوبتيك نيرف، العصب العين أو الماكلة وهو مركز النظر، هدول أكثر شيء نحن بنفزع منهم. وبحالتها لأنه الكانسر كثير كثير بمنطقة بالأول عين، أنا بفسرهم دائما للمرضى أنه في أوضتين، الأوضة الإدمانية والأوضة الورانية بالعين، لأنه هو كثير ورا بالقدام، هو من قدام ممكن يضرب ضغط العين، ممكن يطلع عنده ضغط العين عالي. ليه؟ لأنه تصريف المي اللي بيطلع من قلب العين، هذا الأشعة ممكن يربي الشرايين على هذا مركز التصريف ويعلى ضغط العين، بنسميها نيوفاسكولار جلوكوما. وهذا الشيء لازم نضلنا عم نراقب المريضة من هلا، بيتعالج بيتعالج بنضلنا عم نراقبها، بس ما بدنا نوصل للآخر. يعني ما فينا نترك المريضة وبعدين تجي بعد سنتين وهذا معقول يعمل كمان نزيف ممكن يعمل هلا بخلال او بعد العلاج؟ بعد العلاج. اذا كان من وراء، كان عندي مريض كمان انعمل هذا العلاج بامريكا واجى لعنا، كمان عمل نزيف كذا مره بقلب عينه وعملنا له عمليه الحمد لله هلا معناتها العوارض الجانبيه اللي بتتركها العلاج هي كلها تعالج، ما بتكون فتاكه للعين، يعني ما بتضر العين كليا، مش انه بنشفي من مال وبتضرر من لا مال ثاني. بس نحن يعني في اشياء بسيطه ممكن تتعالج ان كان بادويه بعلاجات او بعمليه جراحيه. مزبوط. نحن بالاول اول شيء دائما بنقول له للمريض او المريضه انه اول شيء هو نحن اي بريزرفيشن، انه نحافظ على العين، ورقم اثنين نحافظ على النظر، ورقم ثلاثة نحافظ على نوعية النظر. أوكي. يعني أول شيء بنحافظ على حياة المريض، بعدين على العين، بعدين على النظر، بعدين على نوعية النظر. هيك الأوردر يعني بنمشي. أول شيء بدنا نعالج ونعالج السرطان، لأنه إذا ما عالجنا حتى ما يمتد بغير أعضاء، ما يمتد. بعدين بنعالج إنه لا، بنترك العين ويدلوا شكل العين وتتحرك وتعمل منها عين اصطناعية، وبعدين بنبلش نحكي بالنظر. يعني هون البرايورتيز بتتغير شوي عند هذا المريض السرطاني. يعني ممكن يكون في كمان شوية مشاكل بالنظر، يضطروا يحطوا عوينات. حركة العين معقولة تتضرر، بتنشال. هلا مثلا هيدي المريضة، لأنه إذا بتاخد العين هيك، هون كان الكانسر وفي عضلة عين هون، هيدي المريضة اضطرينا نقصلها معضلة العين، نردها لورا، نحط البلاك، هو بروش يعني من خيطه على العين، بترجع وتنشيله، بنرجع منعلي العضلة محلها، العضلة مطرحها. أول فترة بتكون هي عم بتحرك عينها، ما بتكون كثير عند الاتجاه كامل، ومع الوقت بترجع بتسترد كل القوه. يعني بدها شي شهر شهرين، بس كمان هيدا اوقات اذا مثلا اضطرينا نشيل كثير او ممكن كمان هون يصير فيه. بس اجمالا بالاجمال هيدي القصص بسيطه in the grand scheme of things، اذا بتطلعي بالبيج بيكتشر انه منا اكيد منا نسبه للعلاج قد ايه مفيد. اليوم اذا بدنا نعطي هيك توجيهات عامه للناس، بما انه هالسرطان مش كثير بيعطي عوارض او نادرا ما بيعطي عوارض، شو بنقول لهم يعني بين عمر الخمسين والسبعين؟ هلا اجمالا لا، ما بدنا نعمل بانيك باتن، يعني كل العالم يعملوا بانيك ويصيروا، لانه نسبته قليله، نسبته كثير قليله. اكثر اهم من هيك انه العالم اللي عندهم سكري، اللي عندهم ضغط، اللي عندهم قصص مشاكل، اللي عندهم شبكه، عندهم تعبانه او عندهم ضغط بالعين، بتتكرر بالعائله مثلا، اذا عندهم فاميلي هيستوري اوف هيك شيء، يجب يجوا يفحصوا عيونهم. ومرة بالسنة مش منيحة يعني ينعمل فحص كامل للعين. الفحص الكامل يعني توسيع الببو، يعني نطن عند الحكيم يتوسع الببو على القليل شيء 20 دقيقة أو نص ساعة ليتوسع الببو، ونعمل نفحص الريتنا ونفحص الشبكة كاملا وعصب العين ومركز بس النظر. بس فحص للكانسر هو مختلف أو بهول الفحوصات ببين؟ بهدول الفحوصات ببين. ونحن بقلب الوقت إذا لقينا شيء بصير نعمل صورة صوتية، بنعمل صبغة لنتاخد بنشوف الشرايين وشرايين الكانسر مثلا، فينا نعمل أو أي شيء بالعين. It's a visual specialty، يعني كل شيء بنشوفه، يعني ما في شيء مخبى عنا بالعين. مش بده إنه فحوصات خاصة وأشياء معقدة؟ لا، مش أشياء معقدة، كلهم فينا نعملهم. يعني أنت اليوم إذا شفت عندك شيء growth هيدا، بس بدي أقول لك، بدي أرجع ركز على point مهمة، هي إنه الكانسر تبع التريتمنت اللي عملناها أخذت إكيب كبير ليعمل، ودلت فترة طويلة يعني لقدرنا جبنا هدول القصص. قد بتاخذ مدة العملية؟ شي ساعة ونص. بس كمان أكيد مثل ما أجيتك الإكيب كله كان موجود، كله كان عم بيساعد، كله كان involved،
وكل الحسابات صارت كله قبل ما توصل يعني نعم. قبل المريضه يعني نعم. بس مش انه ما نفكر انه دغري جينا وحطينا اكيد يعني كان يعطيكم الف عافيه ان شاء الله دائما بالطب بنلاقي هيك حلول لمشاكل كبيره ومنخلص حياه ناس. اهلا وسهلا فيك دكتور حسان عبد العزيز ومبروك لاول عمليه بتصير بلبنان من هالنوع. رح ناخذ بريك صغير ومنتابع.